السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة في البلوك بتاع الهيماتولوجي بالنسبة لحضرات الفيسيولوجي. بإذن الله تعالى هتبقى أول محاضرة الليمفاتيك سيستم أند إنيت إميونيتي. الليرنينج أوبجيكتيف هي قدامكم. هنتكلم على الفانكشن أوف الليمفاتيك سيستم وعلى الريتيكول أندوثيليال سيستم أند ذير جنرال فانكشن. هنتكلم عن الفانكشنز اوف سبلين، هنتكلم وات از اميونيتي، اند بعد كده هنتكلم على التايبس اند فانكشنز اوف انيت اميونيتي. الليمفاتيك سيستم انكلود ايه؟ انكلود عندي اول حاجه في عندي الليمفاتيك اورجانز، تمام، تشمل الليمف نودز منهم. بعد كده عندي الليمفاتيك فيزلز، بعد كده عندي الليمف. الليمف ده عبارة عن الفلويد اللي هو formed in tissue spaces أو interstitial spaces and is transported through the lymphatic vessels. طيب تعال نشوف مع بعض what are the functions of lymphatic system. الفيسيولوجيكال function بتاعته هي ايه؟ أول حاجة عندي الليمف نود يا جماعة filter the lymph and remove the harmful particle. لما الليمف يبدا يعدي على الليمف نود يبدا يعمل ريموفال للهارمفول بارتكل. الفانكشن الثانيه الليمفوسايتس ار ستورد او هاوسد ان ذا ليمفويد تيشو، تمام، وهنتكلم دلوقتي بعد شويه بالتفصيل عن النقطه دي. ريتيرن اكسس فلويد اند بروتينز فروم ذا تيشو سبيسز تو ذا سيركيوليشن. النقطة الرابعة أو الفانكشن الرابعة major route for absorption of fat from gastrointestinal tract. طيب تعال نشوف بقى النقاط بتاعتنا اللي قلناها من شوية. أول حاجة lymph move from its origin in the tissue spaces toward the thoracic or right lymphatic duct and then into the venous blood، وبعد كده يرجع للvenous blood. It is filtered by way of moving through lymph node. هو معدي على lymph node يحصل removing للharmful particle before they entering the blood and circulation all over the body. يبقى دي defense function. طيب lymphocyte migrate to lymphoid tissue throughout the body. طيب لما تدخل lymphoid tissue يحصل ايه؟ تبقى يبدأ يحصل لها multiplication. يبقى inside the lymphoid tissue تبدا الليمفوسايت تعمل ايه بقى؟ مالتيبليكيشن اند ديفايد. زين ذا ليمفوسايت بعد كده تبدا تطلع من الدرين من الليمف نود تو ذا بلاد تو دو اتس فانكشن. النقطه الثانيه ان هي ريتيرن اكسس فلويد اند بروتين فروم تيشو سبيسز تو ذا سيركيوليشن. الريتيرن ده لما نرجعه للسيركيوليشن مره ثانيه عشان تو بريفنت الام اي تو بريفنت اكيوميليشن اوف تو ماتش فلويد اند تو بريفنت ايديما. طيب بس هذكركم بحاجه انتوا اخدتوها اللي هي ان هنا احنا عارفين ان الكابيلاري الوول اوف ذا كابيلاري في عندنا بورز، والبورز دي السايز بتاعها بيبقى سمول بحيث ان حتى ما بيقدرش يعدي البلازما بروتين، ان البلازما بروتين بتبقى لارج سايز عن هذه البورز. طيب لكن لكن it is not true for all the pores. يعني بعض البورز ممكن تقدر تعدي او يهرب منها شويه بلازما بروتين. طيب ف شويه البروتينز دول اللي هم هيعدوا هيبقى هيقعدوا فين؟ هيستقروا فين؟ هيبقوا في الانترستيشال سبيسز. طيب لو افترضنا ان كميه البروتينز دي اللي ليك كتيره بدات تزيد وبدات تتجمع في الانترستيشال سبيس وما رجعتش مره ثانيه للفينس سيركيوليشن او للسيركيوليشن، يبقى في الحاله دي هتبقى مشكله. ان قلنا في الحاله دي هيزيد عندك الاونكوتيك بريشر في الانترستيشن وده يبدا يعمل لك ايديما. فعشان كده يبقى لازم في عندنا روت ان احنا نرجع بيه، حل ان احنا نرجع هذا الاكسس بروتين سيركيوليشن، وده بيبقى عن طريق الليمفاتيك.
تمام. يبقى if in of the leaked proteins return to circulation by way of the venous end of the blood capillaries, this protein tend to accumulate in the interstitial fluid, which in turn increases the colloid osmotic pressure of the interstitial fluid, and then interstitial fluid volume increase. وزي ما قلنا ان هيحصل بعد كده ايه إديمة. فيبقى الليمفاتيك سيستم return the excess fluid and protein from tissue spaces to the circulation to prevent the accumulation of too much tissue fluid. الحاجة التانية الفانكشن الرابعة الليمفاتيك سيستم is one of major route for absorption of fat from the gastrointestinal tract mainly a long chain fatty acid. طبعا وده بيبقى من خلال اللاكتين. يبقى من خلال اللاكتين اللي موجودة في الفيلاي of the intestine بيحصل عندنا absorption لل long chain fatty acid. يبقى دي كده الأربعة function بتوع الليمفاتيك سيستم اللي هم الليمف نود فلتر the lymph and remove harmful particle, lymphocyte stored in the lymphoid tissue, وبالتالي لما بتبقى stored بيحصل لها multiplication, then it is drainage to the circulation, وبعدين return excess fluid and protein from the tissue spaces to the circulation, والفانكشن الأخيرة إن هو major route for absorption of the long chain fatty acid from the gastrointestinal tract. تعال نتكلم بقى على حاجة تانية اللي هو التيشو ماكروفاج سيستم, أو ممكن نديله اسم تاني اللي هو الريتيكولو إندوثيليال سيستم. الار اي اس طبعا ده اختصار بتاع الريتيكولو إندوثيليال سيستم. These are special cells with common properties and function. They are large phagocytic cell بنسميها الماكروفاج. They are widely distributed in the body and are known by different names. هي بتتوزع في كذا مكان وفي كل مكان هي فيه بتاخد ايه اسم. Kupffer cell in the liver, reticulum cell in lymph nodes, spleen and bone marrow, alveolar macrophages in the alveoli of the lung, tissue histocytes, وكمان عندنا الفيكسد ماكروفاج in the subcutaneous tissue, وبعد كده عندنا الماكروغلايا in the brain, وعندنا المونوسايتس of the blood. طيب السيلز دي لها مع بعض general function, general physiological function, ان هي بتبقى ليها defense mechanism, defense function, can engulf foreign particle and bacteria and then phagocytize them. الحاجة التانية repair. السيلز دي play an important role in repair process which follow inflammatory condition, and they remove and phagocytize a large quantity of necrotic tissue. لما نعمل removal للnecrotic tissue يبدأ يحصل بعد كده repair في المكان اللي فيه ايه الدمج. Blood cell removal, reticulocyte cell can are concerned with removal of senile اللي هي old erythrocyte or old RBCs and leukocytes. السبلين يا جماعة هو largest lymphoid organ in the body rich in reticulocytic system. هو واحد من reticulocytic system, هو يعتبر largest lymphoid organ. طيب تعال نشوف مع بعض ايه هي function of the spleen. اول حاجة blood cell formation, اتنين defense function او defense reaction, reservoir أو storage of blood, كمان destruction of the old blood cells. أول حاجة بقى the blood cell formation during the middle trimester of gestation, reasonable number of red blood cells are produced in the spleen. مش كده وبس, ده كمان في عندنا lymphoid tissue جوه, فعشان كده can form lymphocytes. تمام, يبقى هو في الميدل ترايمستر بيبقى ليه قدرة ان هو produce الريد بلاد سيلز, وكمان ان هو في lymphoid tissue فهو عنده القدرة ان هو to form a lymphocyte. Destruction of old blood cells, السبلين
اتفقنا ان هو largest organ of the articular system، فعشان كده هو عنده القدره ان هو destroy الايه الدوريد سيلز او بليتليت او الليكوسايتس. ديفنس ريأكشن، الاسبرين ريموف باي فلتريشن اند فاجوسايتوزيس ميني بكتيريا اند اذر فورين سبستانسز. الفانكشن الاخيره اللي هو ستورج اوف بلاد، يبقى هو جواه بلاد، فلو في انكيز اوف هايبوفيليميا، واحد عنده ديكريس بلاد فوليوم، يبقى كان ذا كبسول اوف ذا سبرين كونتراكت اند اكسبريس most of the blood stored in it to the general circulation. كمان هو بيبقى هنا بيبقى مكان storage of monocyte which برضو ايه can quickly leave the spleen to help repair of the damaged tissue anywhere in the body. يبقى كده دول يا جماعة collectively الاربع function بتاعت مين؟ بتاعت السبلين. تمام، blood cell formation، blood cell formation, destruction of the old blood cells, defense function, and storage of blood cells. طيب ندخل على حاجة تانية، موضوع تاني. What are the role of immune system؟ ال immune system ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن the body's primary defense system against all harmful agent. Harmful agent might be ممكن تبقى living زي البكتيريا مثلا او البارازايت او الفانجس او الفيروسز، او non-living ممكن زي بعض التوكسينز او foreign particles. ال immune system يا جماعة ده try to prevent the agent from entering the body. هو بيحاول قدر الامكان ان اول في عندك كذا خط دفاع، ان هو بيحاول يشتغل عشان يمنع هذا الباثوجين او هذا الانتيجين او هذا الايجنت ان يدخل ويعمل ايه يعني اي دامج جوه البادي. فهو tries to prevent the agent from entering the body and if they do enter، لو دخل ها بسرعه attack them. طيب فلازم يشتغل optimally and the substance are eliminated before the host show symptom of the disease. بقدر امكان الاميون سيستم بيشتغل، وبيشتغل عشان خاطر يمنع هذا الباثوجين اللي دخل ان يعمل اي ايه بقى ها اي مشكله جوه الجسم او يمشي دامج يمشي ديزيز to protect you. تمام، يبقى هو الاميون سيستم protect from viruses، طبعا protect from parasites، protect from bacteria، protect from a fungus infection. طيب ترى ايه هي انواع الاميونيتي؟ types of immunity، عندي innate immunity. innate او innate immunity دي ممكن اقول عليها non specific immunity. تمام، النوع الثاني acquired او adaptive، ودي بتبقى specific immunity. يبقى انا عندي الاميونيتي، عندي النيت اللي هي نون سبيسيفيك ودي بتبقى اميديت او رابيد اونست، والسبيسيفيك اللي هي اكوايرد اميونيتي بتبقى ديلايد اونست. الاكوايرد بتبقى عباره عن الهمور الاميون او اميون ريسبونس، او اللي هي من خلال البيتا ليمفوسايتس اللي بقى بتبدا تبرودوس انتي بوديز. والنوع الثاني اللي هو سيلولار اميونيتي اللي هي من خلال الاكتيفيشن اوف تي ليمفوسايت. الانيت النهارده هتكلم معاكم في الانيت اميونيتي. الانيت اميونيتي نون سبيسيفيك اميونيتي زي ما اتفقنا، بتديك اميديت اند رابيد بات نون سبيسيفيك. تمام، ات از بريزنت ات بيرث، ات از مينتيند باي ميكانيزم، في شويه ميكانيزم كده. تمام، بيبقوا موجودين، هم دول يمثلوا الانيت اميونيتي. It maintained by mechanisms that attack any irritant or abnormal substance that threatens the internal environment. طيب ايه هي التايبس بتاعتها؟ ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ اول حاجة عندي physiological زي السكن، طبعا لازم يكون normal intact skin. طيب
وده الفيرست لاين اوف ديفنس اجينست انفكشن. السكين في ايه؟ في خاصيه الاسكوميشن اوف ذا اولد ايبيثيليوم. الاولد ايبيثيليوم بتاع السكين بيحصل اسكوميشن بيقع، وهو لو كان عليه مثلا اي باثوجين او بكتيريا ادهرد تو ات، طبعا ايه في الحاله دي يبقى ايه ديسكوميشن اوف ايبيثيليوم اوف ذا سكين هيلبس ان ريموفينج الادهرد بكتيريا اند اذر انفكشوس ايجنت. التيرز ووش هارمفول سبستانس فروم ذا ايز. الميوكس traps foreign material that may enter through the respiratory tract. ده بالنسبة للفيسيولوجيكال. يبقى أول حاجة اللي هي الفيسيولوجيكال immunity. الحاجة الثانية اللي هي عندنا برضو ما زلنا احنا لسه في الفيسيولوجيكال يا جماعة. يبقى السكين والتيرز والميوكس. عندنا الاسيديتي. الاسيديتي البكتيريا can't grow in acidic fluid، طبعا زي HCL الموجود في الاستومك. بعد كده عندي النقطة التانية، الميكانيزم التانية اللي هي proteins with antimicrobial activity زي البيبسين in the stomach. الكومبلمنت سيستم there is group. ايه بقى الكومبلمنت؟ ده عبارة group of plasma proteins designated to complement the effect of antibody. لان هي دورها انها تكمل الفانكشن بتاعت الانتيبادي تمام to help in destroying the antigen. طبعا الكومبلمنت ده ليه كذا فانكشن منهم الاوبسونيزيشن، وكمان cytolytic activity causes pathogen lysis يكسر الباثوجين. عندنا بعض cells involved in innate immunity in neutrophils and macrophages زي المونوسايتس. عندنا الإيزونوفيلز وعندنا الدندريتك cells وعندنا الناتشرال كيلر cells. نيجي نشوف بعد كده العملية بتاعت الفاجوسيتوزيس، ودي أنا بعتبرها from innate immunity تمام. النيتروفيلز والماكروفاجز هما المين فاجوسيتك cells. الفاجوسيتوزيس يا جماعة ايه الميكانيزم بتاعتها؟ ان هنا عندنا فاجوسيتك سيل كان انجلف ذا مايكرو انجانيزم سام باثوجين كوتد ويز اوبسنز ان ا بروسيس كولد اوبسونايزيشن تو رندر ذيم مور اتراكتيف تو ذا فاجوسيتوس. يعني ايه كلمة اوبسنز ويعني ايه كلمة اوبسونايزيشن؟ اوبسونايزيشن دي بروسيس it is a process of identifying the invading particle to the phagocyte. يعني عايزين marking it for destruction. يبقى الميكروب أو الباثوجين يبقى متعلم وماركد عشان خاطر يبقى الفاجوسيتك سيل سهل إنها تصل إليه. فمن غير optimization process the recognition and destruction of invading agents such as bacteria would be inefficient. طيب مين الاوبسن؟ مين الاوبسن؟ مين اللي هيعمل لي العلامه دي على الـ على الـ على الميكروب او على الباثوجين؟ اكزامبل ليه اللي هي complement 3p molecule of the complement system. يبقى واحد من الاوبسنز اللي هو ال complement 3p molecule. ده كده دايجرام بيوضح عليك الفاجوسايت، واللي لونه اصفر دي عباره عن الباثوجين، واللي لونه الاخضر ده هو الاوبسن اللي هو زي ما قلنا من شويه كمثال اللي هو الكومبلمنت 3 بي تمام. فده بيخلي الفاجوسيت سيل تتعرف على الباثوجين بسهوله وتعمل له ايه فاجوسايتوزيس. اديكي مثلا رسمه ثانيه او مثال ثاني اهو بكتيريا. واديكي هنا عندنا طبعا انجلف ات، بعد كده ده حصل لها بعد كده ان هي طبعا هنا حصل انفلاينيشن ودخلت، بعد كده سابت الممبرين بيت فاجوزومز. فاجوزومز بقى هو بيحتوي على الباثوجين او البكتيريا، وبعدين عندي جوه الفاجوسيتك سيل في لايزوزومز وجواها الدايجستيف بروتوليتيك انزيم، وكمان بعد البكتيريسايدال سبستانس دي كله بيقرب طبعا الليزوزومز، بيبقى فيوز الممبرين بتاع الليزوزومز مع الفاجوزومز وبيبقى حاجه اسمها فاجولايزوزومز، وتبدا تختلط الماتيريال بقى ببعضها. يعني ده يصب الليزوزوم يصب الحاجه اللي جواه على البكتيريا،
طبعا الدايجستيف انزيم او البروتكتيك انزيم بتعمل دايجست للبكتيريا، وطبعا في بعد بكتيريا سايدال سبستانس بتبدا تو كيل ذا بكتيريا، الناتج بتاعي بيبقى زي سوليبل ليبرز، دي طبعا بيحصل لها بتبدا تطلع بره الخليه بعمليه اكسوسايتوز. This is the last lecture. Thank you and with my best wishes.